سيبدأ الآن بتعريف العقل. قال: وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. إذن هذا العقل ما هي حقيقته؟ قوة. ما معنى قوة؟ قوة بمعنى قابلية، قوة بمعنى غريزة في النفس، هذا معنى قوة. إذن هي شيء مركوز في النفس. والنفس كما قال قوة للنفس. ما هي النفس؟ النفس لا يفهم منها إلا الروح، يعني كل ما ذكر في النفس غير الروح هو غير دقيق وغير محقق. النفس هي الروح. إذن هذه قوة متعلقة بالروح الذي نسميها عقلا، هي قوة متعلقة بالروح. إذن جهة تعلق هذه القوة هي الروح، فإن زالت الروح زالت هذه القوة، وهذا يفسر كونها لا تقوم مثلا بجمادات. هنا ما حقيقة هذه القوة التي نحن نسميها عقلا؟ ما حقيقتها يا شيخ أركان؟ طبعا ستقول لي: هل أنا أصلا أدرك حقيقة الروح حتى أدرك حقيقة قوة الروح؟ طبعا لا ندرك حقيقة الروح، وبالتالي كل القوة التي تقوم بالنفس، إن كنا لا ندرك حقيقة لهذه النفس فيكون إدراكنا للقوة التي تقوم فيها أيضا إدراكا منقوصا. نحن ندرك آثارا للروح، أحكاما للروح، ولكن لا ندرك حقيقتها. وبالتالي العقل ما هو؟ هذا معنى يعني ما عليه أغلب أو جميع ربما المتكلمين، بأنهم يعرفون العقل بأنه سر، سر جهة سريته، أنه قائم بأمر ليس مدركا بكنهه، فيكون هو أيضا ليس مدركا بكنهه، وهذا هو العقل. تفضل. لا، نحن نعني حقيقة وجود الروح، نحن وجود الروح ليس فقط بالخبر الصادق، بل هذا مدرك بالعقل، بمعنى أنك أنت ستدرك تغايرا في البدن حال الموت وحال الحياة. هذه المغايرة هي أنت تجزم قطعا بأن هناك شيء حال في البدن هنا وليس حالا في البدن هنا، به كان مصححا للحركة وسائر الانتقالات. فما هو؟ نسميه روحا، سميه جوهرا مفردا، سميه ما شئت، ولكن هناك شيء. يعني هذا سيكون باطلا بالبداهة بالمشاهدة، يعني الإنسان حال الحياة المادة هي هي، عفوا حال الموت المادة هي هي، ما تبدلت، صحيح؟ لو نظرت إلى الإنسان حال الاحتضار ثم حال خروج الروح من بدنه، فحللت جسمه في تلك اللحظة لن تجد فرقا بينه وبين إنسان على قيد الحياة، إلا فقط في بعض المسائل التي هي مثلا توقف القلب أو توقف الدماغ. الآن سيكون السؤال: ما الذي جعل القلب متحركا على الدوام والدماغ فاعلا على الدوام؟ هل هو شيء من نفس البدن؟ إن قلت شيء من نفس البدن، فالإنسان عند الوفاة البدن كما هو، ما تبدل، المواد ما تبدلت، فما الذي حرك القلب وما الذي حرك الدماغ في حالة دون حالة؟ أنت قطعا ستدرك أن هناك سببا لذلك، هناك شرط لهذه الحركة. يكون السؤال: ما هذا الشرط؟ لن تستطيع أن تقول هذا الشرط شيء مادي من نفس مادة الجسم كما قلنا لعدم تغيره، إذن لابد أن يكون شيئا غير حسي. الله أعلم.